من جانبه أكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني أن جولته بالشرق الأوسط تبدأ من القاهرة لبحث وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى استعداد بلاده لمواصلة التنسيق لإيصال المساعدات. كما شدد وزير الخارجية الفرنسي على أن الوضع في قطاع غزة مأساوي، مؤكدا العمل من أجل وقف إطلاق النار. أبدأ هذه الجولة الإقليمية في القاهرة وسوف أكمل هذه الجولة في الأردن والأراضي الفلسطينية وإسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان. عن وقف إطلاق النار في جولتي هذه بمصر لأنكم بلد كبير ولأنكم شريك أساسي في هذه المنطقة ولأنكم شريك أساسي لفرنسا في هذه المنطقة لأن فرنسا معنية مباشرة بآثار هذا النزاع الدائر في الشرق الأوسط ولأن مصر طرف فاعل أساسي لإيجاد